تسع مدربين من أصل 20 أعتقد أنه حتى أدنى من النصف يعني بدرجة ربما، وأعتقد هذا الرقم يعني ما راح يشكل نقطة سلبية في تاريخ المسابقة. خطوة غير مسبوقة بتاريخ. نعم خطوة غير مسبوقة طبيعي جدا، يعني أنه الأندية تبحث عن من يعني يضمن لها البقاء أو الاستمرار في المنافسة إذا ما كان لديها هدف الأول أو الهدف الثاني أو الهدف الثالث. أخاف أقول ظاهرة صحية أكيد ظاهرة صحية من انتقاد الأولمبي زعلانين، هس إذا أقول ظاهرة صحية سالبقية هم يزعلون. لا لا إحنا الكرة العراقية أبو مريم، الكرة العراقية أحوج ما إلى الآن هو تبادل الخبرات. نعم قد يعني الفرصة الحالية قد تكون يعني ذات نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لبعض المدربين، لكنه راح بالتأكيد إذا كانت هناك مواظبة ودراسة على مباريات الدوري والحلقات الدراسية اللي راح تعملها الليغا وفق البرنامج المعد لمباريات الدور الممتاز للمدربين غير العاملين، أنا أعتقد أنه هناك الكثير من الإيجابيات راح تكون في هذا الشأن. نعم انتقد قد لا تسنح لك الفرصة بالتواجد مع المدربين في دور النجوم العراق، لكنه بالتأكيد ستسنح لك الفرصة لتبادل الخبرات.